ومن السويداء رح نروح لحلب الشهباء، وعنوان الخبر بيقول: صورة صحفية برتبة ناطق باسم جيش دولة، مصور سوري هو من رفعها لهذه المرتبة. والخبر بتوقيع الصحفي كنان خليل الوسف، أما صانع الحدث فهي العين المبدعة للمصور الحربي ابن حلب الشهباء جورج أورفليان من وكالة سانا. هو معنا اليوم لحتى نحكي عن مشواره وإبداعه بالتصوير، وأكيد صباحنا معه غير بنكهة النثر وتوثيق لحالات إنسانية مانا غريبة على أبناء سوريا. يسعد لي صباحك يا جورج. صباح الخير لكم، صباح الخير للقناة الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك، نورتنا جورج. وأهلا وسهلا فيك. بداية دائما نحن رح نرجع هيك لورا شوي بالذكريات، وهيك نتحدث شوي عن مهنتك، عن التحديات اللي واجهتك، عن الخطر اللي كنت انت موجود فيه، ولكن رغم هذا الشيء استمريت. طبعا نحن كاعلام سوري منا مهيئين اعلاميين للحرب، نحن صحفيين منا مهيئين كنا للحرب، بس صار علينا واجب ننقل شو اللي عم يصير بالبلد بالحرب. دخلنا بهالمجال نصور بالحرب، اول فتره كانت صعبه جدا، صعبة جدا. اليوم نحن كإعلام طلقة منا سمعانين، اليوم بالحرب عدة طلقات عم بطلع وما بتعرف ايش عم يصير، بس الحمد لله نحن الشعب السوري بنتأقلم فورا، فورا تأقلمنا وصرنا نعطي نتائج. طبعا الفضل انه اشتغلنا فريق واحد، شيء اكيد. اشتغلنا فريق واحد وما شفنا العواقب، ما شفنا حواجز. الحمد لله وبلشنا بالشغل الحربي، وأظن وصلت الصورة الصح للعالم. بدهم يعترفوا بدهم لا مشكلتهم، بس وصلت الصورة الصح للعالم ما هو حلب أو سوريا شو عم بتعاني من المسلحين. نعم جورج، يعني جزء من الحرب هي كانت مو بس حرب ميدانية على الشعب السوري، وأيضا حرب نفسية وإعلامية. أنت وثقت حالات إنسانية لأبطال الجيش العربي طبعا. السوري، وكان هذا الجزء الهام جدا، لأنه دائما العالم ينجذب للحالات الإنسانية لأنه تروج صورة غير صحيحة لأبطال الجيش العربي السوري، ونحن عم نبين الحقيقة الموجودة على الأرض بصور تحاكي العالم، الصورة تحاكي العالم طبعا. فخلينا منين نحكي، منين اجت الفكرة، كيف بلشت، أكثر صورة أثرت فيك، لأنه دائما العين بترصد قبل العقل طبعا. فخلينا نتعرف على هاي القصة. في إحدى الأيام أحياء حلب شرقية التحرير، الجيش السوري داخل يحرر المناطق، لفت نظري أنه نحن على الخط الأول اللي عم حاولوا المدنيين اللي حيزينوا المسلحين ما عم خلوهم يطلعوا. المدنيين واحد منهم هو ونحن بالمعركة، واحد منهم وحدة مرة اختيارة بتقول يا ابني يا ابني هون يا ابني، عم بسمع صوت وياه. لما شافه متصوبة، يعني المقاتل السوري الجيش السوري ترك سلاحه راح ينقذ المواطن. إيه هذا اللقطة، إذا أنا ما أخذت إجباري شعر إيدي يوقفوا هالحالة، راحت لما شالها على كتفه وحطه بالسيارة ليأسعفه. اليوم يعني هي رسالة إنه الجيش ليس فقط مقاتل بل إنسان طبعا. هو قرر يترك المسلح، بيجي دوره برجع له، هو يترك المسلح ينقذ المرأة ويرجع للقتال، وهيك صار الحمد لله، أنقذ المرأة وحرر كل مدينة حلب الحمد لله. يعني الجيش السوري بطل، بطل بكل شيء، بطل اليوم نحن اذا بيكون هون بامان بفضل الجيش السوري اكيد، يعني بساحات القتال بكل شيء، بكل شيء اثبت، حتى نحن بالحرب بالسلم بموجات الحر بموجات البرد هو متواجد ثابت. أكيد أكيد هو الحامينا الأمن والأمان أكيد. وأكيد حضرتك كمان كنت مرافق له طول فترة الحرب، وأيضا تعرضت جورج لإصابات بجسمك، احكي لنا هيك عنا بشكل سريع شوي. صح في عندي إصابات، بس شغلات عادية ممكن، لأنه اليوم نحن بمدينة حلب، اليوم مجموعات المسلحة يوم من الأيام قرروا يخوفوا أهالي حلب. خلال 3 ساعات 220 صاروخ بنزل اهالي حلب، هن نايمين ببيتهم من الصبح الساعة 5 للصبح الساعة 8. يعني ان كان بالجبهة ولا ان كنت بالبيت انت معرض لخطر من قبل المسلحين. بس لما تصوبنا طبعا الجيش فورا
لما انت بتكوني مع الجيش شيء اسمه خوف ما في، في خوف بس شيء بتحسي بامان. ايش ما صار بدها توصل للامان مع الجيش. تصورنا عدد مرات، اخرتهم كانت صاروخ حراري من قبل المسلحين، طلعوا شايفيننا شلفوا الصاروخ. الحمد لله انه طالما الجيش معي ما بتخافي. فورا حطونا بالسيارات، فورا رحنا على المشفى. في الاصابات قبل كمان، في مره بالفاميلي هاوس كمان صار مثل حصار، صار يشلفوا الصواريخ وهيك، كمان تصوبنا. بس الحمد لله كله سليمه. ونحن انا برايي انه ما عم بعطي قيمه شغلي 1% للجيش لسه. ايش ما عملت انا مقصر معهم، ايش ما عملنا نحن مقصرين بحقهم، لانه في صور لازم تكون اكبر من هيك بس ما حسنا نوثقها. بتمنى مع مرور الزمن بتمنى تخلص الحرب ان شاء الله. يا اكيد يعني انت كمان هي الصور توثقت بذاكرتك يمكن للابد جورج، خلينا طبعاً نقول طبعاً. ايضا خلينا نقول اضافه لبطولات الجيش العربي السوري، الحالات الانسانيه اللي كنت مرافقون فيها، تحررت حلب، وايضا بفضل انتصارات وتضحيات الجيش العربي السوري، وبدات مرحله اعاده الحياه ونبض الحياه والاعمار ببعض المناطق الحلبيه. خلينا نحكي عن الصور اللي انت وثقتها ما قبل الاعمار وبعد الاعمار، قد ايه هذا الاختلاف الهائل اللي انت اليوم، وهي الجهود المبذوله اللي صارت حتى ترجع الحياه بكل حاره وحي باي مكان بسوريا. طبعا نحن شعب حلبي بنحب فورا نرجع نعمر، نرجع. هي فتره الصور هي الفرق بين سنتين ثلاثه، الفرق اللي بيناتهم خلال سنتين. اعطينا هيك امثله عن بعض الصور. الامثله في عندك الاحياء الشرقيه كانت مهدومه. اليوم خلال ثلاث سنين لما عم بمشي انا، ايام التحرير كنت موجود، ايام لما بدي اوثق هذا المعالم مختلفه، يعني المعالم مختلفه علي. يعني ايام الدمار ماشي بشارع، ايام التحرير نفس الشارع ماشي بس حوالي، يعني انه الدمار طبعا الحكومه السوريه هي اللي عم تساعد كمان للمواطنين للمدنيين مشان يرجعوا يعمروا وهيك. صحيح الحمد لله. يعني الصور شفتون. نعم يعني جورج بيقولوا واهل حلب مثل حجار القلعه، صامدين الحمد لله، مستمرين مر ايام على كل المحافظات السوريه، ولكن منخص حلب يمكن لانه إلى قيمة حضارية، تراث أصيل. دائما الإرهاب بيستهدف الأماكن يلي إلى تاريخ أصيل وعريق. أبناء حلب فتحوا الأسواق، رجعت حلب سوق حلب القديم طبعاً. يمكن زميلاتنا بالإخبارية زاروا حلب وقعدوا بالسوق القديم، صاروا أحلى من قبل كمان عن جد. إيه وهذا دليل أنه نحن ماني أنصار.